أهلا بكم إخوتي الكرام في هذه الحلقة الجديدة لقناة Arab Bitcoin Community. اليوم سوف أتحدث سأناقش محفظة جديدة سأقوم بشرحها، ليس بأتم معنى الكلمة جديدة، فهي تنشط تقريبا منذ سنة 2014، وهي محفظة إكزامو. هذه المحفظة جيدة جدا، خاصة بالنسبة للإخوة الذين يريدون شراء البيتكوين وليس لديهم باي بال أو باير أو ما شابه ذلك، خاصة بعض الدول العربية التي يمنع بها الباي بال، إذ أن هذه المحفظة توفر إمكانية شراء البيتكوين عن طريق النتلر. نعم، عن طريق النتلر، كما أن هذه المحفظة شبيهة كثيرا بيوبيت، إذ أنك بإمكانك أن تشتري وتبيع وتقوم بالتريدينج في جميع العملات الافتراضية حتى USD دولار والروبل كذلك اليورو. شركاء هذه المحفظة من أقوى الشركات العالمية في مجال البيتكوين، مثل بيتكوين تولك، هاش كوين، زينديسك، كون ديسك، كريبتو كوينز، بوشر وإلى غيرها، بيتكوين فونديشن. سأنتقل إلى شرح كيفية التسجيل. تضغط على ساين اب هنا، تقوم بإدخال اسم المستعمل، الإيميل الخاص بك، كلمة السر وإعادة كلمة السر، تضغط أجري Terms and Conditions وتقوم بحل هذه الكابتشا. أنا مسجل لذلك سأنزل على Sign In، سأدخل الإيميل الخاص بي. نعم، هذه هي الواجهة الرئيسية للمحفظة. كما نرى تتوفر هذه المحفظة على USD دولار، اليورو، الروبل، البيتكوين، الدوكوين، الداش، الإثيريوم، اللايتكوين والإكسكويد، وهي عملة خاصة بهذه المحفظة. بالنسبة إلى السحب والقيام بعمليات الديبوزيت بالنسبة للكريبتو كورنسي، البيتكوين، الدوكوين، الداش، الإثيريوم، البيتكوين، بإمكانك أن تسحب متى شئت وأن تقوم بعمليات ديبوزيت كذلك متى شئت. لكن بالنسبة إلى الدولار أو اليورو أو الروبل، لا بد أن تفعل حسابك لكي تقوم بالتعرف على عنوان محفظتك. تضغط على Deposit مثلا و Create New Address، وهذه هي المحفظة الخاصة بك. بالنسبة لمن يريد شراء البيتكوين، نعم كما قلت هناك إمكانية شراء البيتكوين عن طريق النتلر. أنا مثلا تونسي، وهذه الطريقة تساعدني كثيرا لأن حساب الباي بال لدي غير مفعل حاليا، إذ بإمكاني شراء البيتكوين عن طريق النتلر. أذهب إلى ديبوزيت وأقوم ببعث الأموال لمحفظتي عن طريق
بالنسبة للدولار واليورو والروبل لا يمكنك أن تقوم بعمليات إلا إن كان حسابك مفعل. Do you need this method of funding your account? Please pass the verification. لكن الرسوم أخي العزيز كبيرة نوعا ما، فهي 5.9% زائد 0.29 USD بالنسبة إلى النقد. كذلك هنالك طرق أخرى مثل سيسكا سبورتينا واير، ماني بولو USD، البايزا، الباير، البرفكت ماني، أوكي بي. بالنسبة إلى اليورو كذلك نفس تقريبا نفس الشيء، والروبل ياندكس ماني، كيوي، باير، أوكي بي. بالنسبة لتفعيل الحساب تضغط على account verification وتقوم بإدخال بياناتك هنا وتختار الوثيقة التي تريد تفعيل بها حسابك، وأنا أنصحكم باختيار جواز السفر لأن جواز السفر يحتوي على أكثر من لغة، يعني اللغة العربية و تقريبا لغة أخرى على الأقل أو لغتين. هذا كله بالنسبة إلى شرح اليوم، أتمنى أن تكون قد نالت أعجابكم هذه الحلقة. إن أعجبكم الفيديو شجعوني بعمل لايك و التسجيل في قناتي، ستجدون موقع هذا الرابط أسفل هذا الفيديو، وإلى اللقاء في شرح آخر.